المحاولة، المرور، التسديدة القادمة، هدف أول مع الدقيقة 20 بتسديدة رائعة رائعة مرت على يسار حارس المرمى. هو دومينيك زوبوسلاي يسجل الهدف الأول مع الدقيقة 20. 1-0 لمصلحة ريد بول سالزبورغ. شوف المرور، شوف التسديدة. يعطيك التفاصيل في بعض الأحيان. هذا نتابع محاولة للأمام، فرصة للتعديل، عبد الرشيد جول. عبد الرشيد عمر يفعل عبد الرشيد ويسجل هدف التعديل. عبد الرشيد عمر يسجل إذن الهدف الأول. شوف الكرة مرت، عدت سريعة طويلة، أخطاء واردة. هو عبد الرشيد يلعبها بنفس الزاوية اللي سجل فيها فريق سالزبورغ. يسجل عبد الرشيد، حينفذ ناصر عبد السلام. ناصر جول. ولد الأحمر سجل الثاني. ركلة جزاء يأتي منها الهدف الثاني. يسجل أكاديمية في الوقت اللي كنا نبحث فيه.